عند سارو في مارسيل وغامشي ونرينكون وغانشوف الشمال ديالنا كيفاش عام. يعني عند سارو زنقة بزنقة دار بدار اكين تالخاو. داك عبد الرحمن هيداك 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 او تبارك الله الله تتهلا فينا الخاو. شوف شوف تبارك الله مين جبتيها الخاو؟ تحية الوالدة. هادي هي الهضرة الله يخليها لك الخاو الله يرحم والديك. امين. هيا الخاو اسمحوا لي نشاهيكم انا كنت غنبقى طايح عليكم عيب بايصر. حق جي يكون معاه مخلي عام كوي لابارتي هذا. السلام عليكم مزيان بخير صحه مزيانه مرحبا بك بسم الله وقلنا احنا بحال نقول لك هذيك شنو كيقولوا جواله مشينا حنا مشينا كون جبرنا الدنيا بلا حنا باقي صابرين الطريق دخلنا لهنا يا سبحان الله ربي صح بسم الله ما كيبغيوش لا شو عندنا كل واحد مشيو بحالنا كاين لو صح لا والو لا كون هاني بسم الله تكون معنا ريح جيب الكرسي ديالك جيب ديك الكرسي واجي صادق الباترون ديالك نهضروا مع ريت الله يبعد علينا ولاد الحرام قول امين امين جيب جيب ديك الكرسي واجي هذا عرسك عيط لك حنا جينا من طنجة جسد عجباتك سوقي شي فيك وقيله صافي صدوك الساعة ابراهيم ابراهيم الله يلاقينا مع اللي تعرفنا امين نقربوا عندك نسمى ناكلوا مجموعين نجيو عندك نسمى شوف غنهضر معكم غير واحد شي حاجه غنمشي بحالي لا لا عادي اجي تسمى اللي جينا جلست معك الدنيا هانيه لا صافي ما كاين الكاميرا فوق مني المشكل دابا هنا شوف داس مرحبا بك كنا نجبدوا لكم مشكله نمشيو نجلسوا راه فاينا حدا الطونوبر في الشارع حنا عندنا كنا نجبدوا لكم مشكله نمشيو صافي دابا خذ راحتك الراس ولا لا خاطرك دابا لا الحمد لله بسم الله ودرا بلا نوايا انا كنت كنصور وهذاك الشيء باقي هيداك بالراس اول حاجه كتعملها هي كتخرج بالليل كيكون واحد الجو ماشي عادي الصغير الكبير كلشي فرحان هل كيتسارى هل اللي ماشي هل اللي كيشوف الاجواء اللي كيشوفيني تعشى هيدا باش تعجبك مارتي ما كتحسش براسك براني وما تنساش تقول لي اخر مره زرتي مارتي الحبيب سبحان الله العظيم عندها جوج الاجواء يعني في النهار تقدر تجي البحر تبحر وتشمش مع راسك وتقدر في العشيه تخرج وتجبر اي حاجه بغيتي وما تخممش كاينه واحد الريحه دغولال اكيد تشهي وكتصح الشهي ودابا غادي نشوفوا العشاق دغول بيني وبينك اخر مره كليتي غولال عبد الرحمن قبل العيد الخاوه بشي ثلاث ايام ماشي بزاف يلا ضربوا سيو معي خاطر الناس اللي كتجلس القهوه على البحر والكلسه على القصر احسن ضحكه واحسن ابتسامه كتوقع في هذا النهار هذا هي اللي شفتها مرسومه للاطفال الصغار الله يرزق اي واحد اللي عنده واللي ما عندوش تكون ديك الضحكه مرسومه له في الوجه ديالو عيش اللحظه وخلق السعاده باقل شيء عندك ولا ما عندكش كيقول لك واحد المثل اللي هو دائما كنقولو لابس قدك يواتي دابا غنسقسيك نسيت وعاد تكتب لي في كومونتير فين هذه كل الوجهه ديالك اش من مدينه انتينا كتفضل وخليها في كومونتير السلام عليكم احسن صباح في العالم نوضو نوجدو الفطر الحومة كلية باقي ناعس الله بيبقو بتشاطو عبد الرحمن جبر فطر على الصباح متنتن بيضات مقليين والرغايف والخبز ديالي اش هاديك جبتي اخاو خبز السرارة خبز السرارة اكلشي باقي ناعس مرتين ام غير عبدو هو اللي فايق دعم